مساء الخير لكل حدا قرر انه يرافقنا باليوم ال 18 من ايام شهر رمضان المبارك بالحلقه ال 18 من رمضان. يجمعنا يا رب هيك نكون ضيوف خفاف عليكم بمواضيعنا وضيوفنا. اليوم حلقتنا كالعاده رح تكون هيك متنوعه ورمضانيه اكيد. مساء الخير يا ورد. مساء الخير يا ايه ومساء الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشه سما الفضائيه. يعني كنا عم نقول كيف رح يمضى رمضان، هلا ان تبقى من رمضان فلن يتبقى اكثر من 12 يوم، فان شاء الله يا رب هيك ما تبقى منه يحمل كل الخير والبركات. السنه شجره والشهور فروعه والايام اغصانه والساعات وراقة وانفاس العباد ثمرتها. فشهر رجب مثلا ايام توريقه، وشعبان ايام تفريعه، ورمضان ايام قطافه. والمؤمنون المسلمون اللي عم يستثمروا هالنفحات الرمضانيه هن قطافه. طبعا شهر رمضان هو التحدي الأكبر لامتحان الإرادة البشرية بالصيام والقيام وعمل الخير وتنقية للنفس من أخطاء الكثيرة. لهيك حاولوا تكونوا قد هذا التحدي لأنه ما باقي غير أيام قليلة عن نهاية هالشهر. يا مساء الخير مرة تانية. هلأ كلسة بيت هي وعم تتابعنا، شوي بتفوت على المطبخ شوي بترجع على التلفزيون سما. تنتشر روائح الأطعمة المختلفة بالمنزل أثناء تحضير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. لذلك تحرص سيدات المنازل على إيجاد طرق طبيعية للتخلص من هالروائح. عن جد أوقات بتصير خلص تنقز من الريحة وبتتعب منها لما بتعلق بقلب المطبخ، خاصة لما تكونوا هيك عاملين أكلات تقيلة أكلات دسمة فبتعلق الريحة مثل أكلات شيف توهاما. يعني نحن كل يوم بنفوت على المطبخ بتعلق الريحة عنا. ايه مطبخ لأنه بنفوت على الاستوديو روايح الطبخ الله لا يورجيكم. اوكي فنحن بدنا يعني حلول، طبعا اتباع بعض الخطوات المنزلية للتخلص من رائحة الطبخ بالمنزل. مثل نحن عنا مثلا بنشغل الشفاط فبتروح الريحة، في ناس تفتح شبابيك المطبخ فكمان بتروح الريحة، في غيرها كمان من الطرق اللي ممكن تعيد تدوير الهواء ضمن المطبخ للتخلص من هي الريحة. نحن قررنا أن نخبركم عن بعض الخطوات اللي ممكن تساعد بالتخلص من الروائح. بعد الإفطار بشهر رمضان بتكثر الولائم وبتمتلئ الطاولات بأشهى أصناف الطعام، وبتبلش تختلط روائح الأكلات يلي بتنتج مزيج غير مستحب، وهو الأمر يلي بيتسبب بشعور بعض الناس بالانزعاج. ليصير الحل استخدام معطرات الجو الكيميائية والمنظفات المختلفة يلي ما قدرت تروح هي الروائح بالشكل الكامل، ففي بعض الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص من هي الروائح مثل الأعشاب. فمن الممكن وضع الأعشاب بماء مغلية وإضافة بعض النعنع فبخاره بيعطي ريحة حلوة بكل البيت. القهوة المطحونة، مين منا ما بيحب ريحة القهوة الصباح، فمن الممكن أنه يساعد وضع القهوة المطحونة حول المطبخ على امتصاص روائح الطهي. بخار الخل، يتحضر الخل وبينضاف للماء المغلية ليعطي ريحة منعشة المطبخ ويطغي على ريحة مزيج من الأكلات المنوعة. شرائح البرتقال والقرنفل، لمل البيت بريحة جذابة، منحط قطع البرتقال ومنضيف عليها القرنفل أو عود القرفة مع المية المغلية وبضل وقت منيح حتى يفوح بكل المطبخ. وفي بعض الطرق يلي بتسهل عملية التخلص من الروائح بالبيت مثل تنظيف سلة المهملات. لتجنب الروائح الكريهة دايماً نتخلص من الأوساخ وما بنتركهم وقت طويل بالمطبخ. ومن الطرق السهلة للمساعدة بإزالتها نغسل غطاء السلة وحولها، ومنستخدم جزاز مطهر لقتل البكتيريا المتبقية.
فتح النوافذ وشفاط الهواء. يعد من أفضل الطرق للتخلص من الروائح هو فتح الشبابيك واستخدام شفاط المطبخ، فالتهوية هي المفتاح الأساسي. رمضان بيجمعنا على الخير والتسامح، وأيضاً بيجمع المسلمين على عادات وتقاليد كثيرة ومشتركة. فبعد ما تعرفنا على كيفية استقبال شهر رمضان بالكثير من الدول، رحنا لمصر، لتونس، للهند، لباكستان، ووصلنا اليوم لإندونيسيا. هاي البلد اللي أنا شخصياً بحبها كثير، البلد الجنوب شرق آسيوي يلي بيمتاز بطبيعة رائعة وشعب كمان رائع. اعتاد سكان اندونيسيا على استقبال شهر رمضان المبارك بمظاهر احتفالية بتميزهم عن سائر مسلمي العالم، فبتتبدل أنماط معيشتهم وبتتغير بصورة كتير كبيرة خلال شهر رمضان. لنتعرف أكثر عن طقوس رمضان رح يكون معنا سعادة قنصل اندونيسيا بدمشق عين الرفقي مدني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. رمضان كريم. رمضان كريم، رمضان مبارك، كان جزيلاً. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك معنا. يعني حنروح هيك للجولة لإندونيسيا. نعم. نتعرف فيها على هالبلد اللي معروف بتمسكه بالكثير من العادات والتقاليد، خاصة بشهور مثل شهر رمضان المبارك، فأكيد فيه بيكون عندكم شيء خاص. بداية خبرنا كيف بتستقبل إندونيسيا شهر رمضان المبارك؟ إندونيسيا، إندونيسيون يستقبلون شهر رمضان بشكر والامتنان طبعاً. ويعتبر الإندونيسيون شهر رمضان يعني شهر مهمة للغاية، على كونها شهر يعني تنظيف النفس ولتقنية النفس. وكثير يستقبل الإندونيسيون بهذا الشهر يعني تسامح واحترام بعضهم بعض، وكذلك يعني زيارة الأقارب وغير ذلك كثيرا. تمام. وبتبدأ التحضيرات لاستقبال شهر رمضان قبل شهر رمضان بكم مدة؟ يعني تقريبا يعني بشهر يعني يستقبلوا الإندونيسيون باحتفالات عدة. مثلا يعني يستحمون، يعني نقول في إندونيسيا يعني مصطلحا خاص يعني بنيادرا، يعني الناس يستمعون في مكان واحد ويعني يتذكرون لله تعالى، وكذلك يستحمون لتقنية النفس. تمام. فبيبدأ شهر رمضان المبارك بإندونيسيا وبيتغير بعض المعالم. شو بيصير برمضان؟ شو أكثر العادات والتقاليد بين الأفطار وبين السحور؟ بعد شوي رح نحكي عن الأكلات الإندونيسية. نعم. ولكن شو بيعملوا الإندونيسيين بين الأفطار والسحور؟ يعني دائما الإندونيسيون يقومون بسهور يعني بمكبرات الصوت. هذا تقليد خاص في إندونيسيا، بمكبرات الصوت. يعني يقومون بمكبرات الصوت سهور أيها الصائمون، سهور أيها الصائمون. هذا غير السحراتي، هذا في السهور. حتى يستيقظون يعني الناس في البيوت، يعني يستيقظون. شكرا جزيلا على هذا الصور، هذا على هذا اسمه هذا الاشهاد الاشاره. يعني هذا غير المسحرات اللي عندنا. نحن بيجي المسحرات بفيقنا اذا بتعرف. انتوا عندكم لا، بمكبرات صوت، بمكبرات الصوت. وكذلك يتجولون الناس مع اسمه يعني آلة خاصه مثل تبلة. يعني سهور. يعني حلوه. يعني وبفيقوا بالليل بيتسحروا، وبيكون في أكلات على السحور وأكلات على الفطور. تعال نبلش بالأكل الإندونيسي على الفطور. في أكلات برمضان ما منشوفها غير برمضان بإندونيسيا؟ طبعا في عندما فطور في إندونيسيا هناك أطعمة يعني متنوعة في إندونيسيا، وخاصة في رمضان هناك نقول ب كولاك. هذا كولاك مصنوع من بطاطا حلوة وحليب وغير، يعني يكون هذا فيه مشروبات خاصة وسؤرها حلوة جدا. هذا لازم يكون على مائدة. هذا يكون كل مائدة في كل بيت، وكذلك في بعض في المساجد أو في المصلى. الناس يوزعون للصائمين. هي واحدة من الأكلات اللي مشهورة. شو عندكم كمان هيك؟ يعني في أكلات مثلا الدسمة أو الثقيلة لازم تكون. نعم. كمان كذلك هناك شيء يعني خاص في إندونيسيا، لازم يعني يلزم إندونيسيون أن يأكل الرز.
هذا إذا صحيح إذا نأكل هناك مصطلح جديد مصطلح يعني مشهور في إندونيسيا إذا لم نأكل الرز بمعنى أنت لم تتناول الفطور أصلا في طريقة خاصة هيك أنتوا بتعملوا فيها الرز يعني نحن مثلا نعمل رز بشعيرية دول أساس أنتوا لا في الرز بيكون له هيك طريقتكم الخاصة الرز هناك نقول في الرز ناسي غورين هذا ناسي غورين مشهور في إندونيسيا هذا رز خاص ونور مقلي ويختلط فيه اللحم والخضروات وشعره يعني حلوة جدا يعني أحيانا حار حلوة وطعمه لذيذ جدا طعمه لذيذ لذيذ جدا ما دقنا شيء لنحكي وإن شاء الله يعني سوف تذوقون عندما تزورون إلى إندونيسيا لازم نتشرف أكيد طيب نحكي عن شغلات تانية حكينا عن الإفطار حكينا عن السحور في مشروبات ما منشوفها إلا برمضان مثلا بسوريا في عرق سوس في تمر هندي في جلاب في هالأمور التانية في نوع عصائر مميزة برمضان بإندونيسيا يعني بالنسبة للمشروبات يعني ممكن نفسه شيء ما في سوريا ولكن هناك عصائر كثيرة يعني من ثمر من الثمر ممكن مانجا و اسمه يا كمان تمر هندي كمان موجود يعني يعني تشابه كثير ما في سوريا ولكن لا يوجد اسمه سوز لا سوز لا يوجد في إندونيسيا الحمد لله مو طيب طيب دائما كل بلد بيكون في عندهم شعوبة عادات او طقوس معينه من بعد الافطار من بعد صلاه التراويح بتلاقي في ناس بتحب تتجمع بقهوة في ناس بيعملوا تجمع بالحارة يعني كل شعب له طقوسه صحيح. في إندونيسيا شو عندك؟ صحيح طقوس في إندونيسيا خاصة بعد أداء صلاة التراويح يعني هم الناس يستمعون في المساجد ويقرؤون القرآن جماعة وكذلك يستمعون إلى التوصية والمحاضرات الدينية الإسلامية حلو كتير الإسلام في إندونيسيا شيء عظيم جدا ومكانة الإسلام في إندونيسيا يعني مكانة جدا مرموقة فلذلك في مشايخ إندونيسيين أجادوا بالفقه الشرعي في أيضا حلقات ذكر في صلاة التراويح مقدسة جدا برمضان صحيح. ومثل ما ذكرت بينادوا على السحور صحيح. وبيكون في أجواء جدا لطيفة صحيح. وصلنا برمضان للتحضر لعيد الفطر مثلا لاحقا كيف بيستقبلوا عيد الفطر؟ بيعملوا حلويات معينة؟ إيه بعيد الفطر قبل يعني لما تحضير بعيد الفطر يعني الناس يتعودون طبعا بإعداد الأطعمة الخاصة في عيد الفطر وكذلك عندما جاء عيد الفطر هم يعني نقول بأوبن هوس يعني البيت المفتوح يعني يدعون يعني أصدقاء والأقارب والجيران زيارة هكذا طب والأطفال شو بتعملوا لهم؟ وخاصة للأطفال يعني عادة في إندونيسيا نوزع لهم يعني هدية خاصة وكذلك ممكن بعض الفلوس مصاري جديدة حلوة على كهدية لهم بعد نجاهم من أداء صيام رمضان حلو حلو هاي للأطفال هاي بنسميها عيدية عيدية في كنا عيدية نعم بيقولوا انت هذا برمضان ولا بعيد بعيد الفطر بالعيد أفضل برمضان للأطفال شو بيكون فيه كمان أنشطة خاصة لقلون أو ما بعرف شلون ممكن هيك اللي تحببوهم يمكن بفكرة الصيام وكل الواجبات اللي عليهم قيام فيها نعم في للأطفال يعني كثير يعني يحبون اسمه كمان يعني يستمعون مع الكبار في المساجد يعني حلو. يعني يتسابقون في ختام القرآن الكريم وبعد ما ختام الكريم سيوزعون لهم هدية خاصة تمام رائع جدا هذا الكلام اي بس اذكر انه العيديه هي تبع المصاري حلوه للاطفال وللاطفال الكبار كمان لا بس هذه للاطفال الكبار ممكن فظريفه جدا طيب اذا بدنا نختم برساله موجهه للشعب السوري او رساله لاندونيسيا من قلب دمشق شو ممكن تقول طبعا بكل سرور واولا اسمحوا لي ان اشكر لشاشتكم الكريمه ومن خلالكم هذه الشاشه الكريمه أهنئكم لشعب سوري تهنئة حارة من قلبي بأداء صيام رمضان وأتمنى أن يكون صيام رمضان كاملا وأن يعين
واسمو أن يتقبل الله منا ومنكم جميعا آمين. وكذلك لشعب الإندونيسيين المتواجدين في سوريا كمان أهنئكم تهنئة خيرا بصيام صيام رمضان. وأخيرا أقول لكم كل عام وشعبي السوري بألف خير. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا شكرا لوجودك معنا، شكرا على هيك التفاصيل الحلوة اللي عيشتنا فيها بأجواء يعني رمضان حتى عيد الفطر بإندونيسيا. أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. أهلا وسهلا فيك سعادة القنصل، ونتمنى للشعب الإندونيسي هيك يضل على طول متألق ومبدع. كنا عم نحكي تحت الهواء قديش في فكر عظيم، قديش في دراسات، قديش في جامعات عريقة بإندونيسيا، فتحية لكم كثير. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بعد يوم صيام طويل ومتعب أكيد الصائم بيرغب بشيء من المأكولات الرطبة لحتى يرطب جسمه ويعطيه جرعة من الطاقة والحيوية. واحدة من هالخيارات المتاحة هي القطايف. قطايف بتعرفي هلا ما كنت منيح ذكرتوني فيها. انت بشك، انت على طول مواعيد الحلو عند آية. هلا هي سقطت سهوا مني، يمكن ما اقتصرت يعني بأكلها فقط بوقت بعد الإفطار، حتى كوجبة السحور في ناس بتلاقيها مناسبة. القطايف تعتبر من الأطباق الرمضانية المميزة وبيرجع تاريخها للزمن كتير قديم. رح نعرف كل التفاصيل عنها بفقرتنا لليوم من كول وشكور. الشعبية الرمضانية يلي بتعود لأواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، كان الناس من الزمن القديم لما يجتمعوا على طبلة واحدة يتقاطفوا من شدة طعم اللذيذ. عم أحكي عن القطايف. أكلة القطايف هي أكلة شعبية، أكلة الغني والفقير، معروفة من مئات السنين. فالأكلة هي يعني ما بتخلى مائدة سورية بشهر رمضان من حضورها، من حضورها. فهي أكلة شعبية مميزة، لكن فكل بيت بالمائدة تبعه هي موجودة. طورت الأكلة يعني مع الأيام، طورت الأكلة وصارت قطايف. مثلا كانت زمان القطايف بس العصافيري، هلا مثل ما لكم شايفين تطورت لعدة شغلات، القطايف العصافير، القطايف المقلية، الأشياء كثيرة صارت موجودة وأكلة محببة لكل الناس. الأكلة هي يومية، يعني يومية ما بدها تحضير قبل بوقت، تحضيرها سريع، تحضيرها سريع وأمورها بسيطة كثير، ما بتتحضر قبل بوقت. ممكن نحفظ منها بالفريزر إذا كان الواحد مضطر يعني. هلا في نوعين، في القطايف العصافيرية اللي هي ما بتنقلها، بتتزوق بالقشطة وبتتزوق بالفستو، والقطايف الكبيرة اللي هي صارت بتنقلها بعدة أشكال، منها القشطة، منها الجوز، منها المكسرات بكافة أشكالها. فكل بيت ممكن إنه يتميز فيها، ست البيت يعني ممكن إنه هي تعملها وتتميز فيها بتزويقها. مكوناتها هي القطايف طحين وخميرة ومي وكربونة، مكونات أولية يعني. القطايف المقلية بالتمر، بالتمر هلا صارت متواجدة بالتمر، صار ممكن انه تتواجد بالشوكولا، قشطة مع شوكولا، يعني صارت يعني تعددت كثير هي، عرفت شلون؟ فممكن يصير بكل الاشكال، ان كان شوكولا وان كان بالتمر وان كان بالسمنه، يعني باشياء كثيره صارت ممكن انه تكون القطايفه، بيقولوا الدلع ما بينبلع، فالقطايفه لازمها تحلاقي، هي اكله حلوه، هي اكله حلوه. هلا ناس بتحط لها قطر وناس بتزوقها بتحليها بالعسل، عرفت شلون؟ فكل واحد بحسب رغبته وحسب ذوقه هو شو ممكن يحب. هلا يعني ما هي مميزة بالمنادى، يعني هي يعني شكل القطايف ووجود القطايف والأنواع هو بينادي لحاله للعين، قشطة أنواع، ولكن الأفضل الشيء هي القشطة المغلية لأنه مضمونة صحيا، عرفت شلون؟ بتعرف
في قشطة مغلية غنم، وفي قشطة مغلية بقى، وفي قشطة للطبخ يلي هي الكريمة بيستعملوها للطبخ وبيستعملوها للحلويات للغربي وللطبخ وللشرقي، فكلهم موجودين. اتصنعت القطايف على شكل هلال نسبة لارتباطها برمضان، وهي نشأت في بلاد الشام وبعدها انتشرت حول العالم وإلى أنواع متعددة. فالقطايف البلدي هي الأكبر حجم، الحمام متوسط الحجم، العصافير صغيرة الحجم، وبتختلف حشوتها حسب الرغبة. عرفت شو بدي اتحلى اليوم؟ ناقصة آية تعطوها فكرة لتتحلى. عن جد. خلينا ننتقل لموضوع بعيدا عن الأكلات الطيبين. ما في شك إنه بتبحث أي سيدة أو صبية على كل شيء جديد بعالم الموضة، وبتطمح لمواكبة أحدث صيحاته العصرية، والمعظم بتابع كل شيء جديد يتعلق بلفات الحجاب الجديدة الأنيقة اللي بيكون فيه هيك معها لمسة كلاسيكية تتناسب مع جميع الملابس اليومية، وبتناسب حتى مختلف أوقاتهم ومناسباتهم، سواء كان بالشغل، مشاوير، أو حتى بالأجواء الرمضانية. لنعرف أكثر عن أنه شو كل صبية أو سيدة بيلبقلة وبناسبها، صارت معنا مصممة الأزياء لانا نجيب لتخبرنا أكثر، ونتابع معها كمان بالخطوات. مساء الخير يا لانا. مساء النور، أهلا وسهلا. مساء الخير لانا، رمضان كريم. ومساء الخير للصبية اللي موجودة معك كمان، رمضان كريم. يعني مثل ما ذكرت آية، رمضان شهر بيحبوا فيه صبايا يكونوا على الموضة، ما اختلفنا، بس كمان بنفس الوقت يحافظوا على الحشمة والعادات والتقاليد الرمضانية. بداية، كيف موضة الحجابات عم تكون السنة؟ هلأ السنة بما أنه نحن فايتين على أصلاً كتير ألوان وكتير حيوية، مثل ما أنتم ملاحظين الترند هلأ، فللصبايا مشان يخف عليهم الشوب ودرجة الحرارة أغلبهم عم يتجهوا للحرير. الحرير مثل ما هون شايفين أوريدي هو بيجي مطبع وبيجي في كتير ألوان، فهو كتير مريح. حتى الحطات تبعه بتنحط بكل انسيابية، ما بتضايق أبدا، فيها تعملها بيبيون من هون، فيها تلحشه لورا، كتير عملي. بس انه هو في شغلة بسيطة صغيرة انه ما نحط له دبوس، لانه اذا نحط دبوس بيعلق فيه. تمام. في هلأ شغلة جديدة، هي الشيء مثل دبوس ماجنتيك مغناطيسي. هلأ حنشوفهم مع بعض. تماما، بيحطوه بيقوم بكتير بيكون سلس. هلأ الألوان هي درجة النود، كل درجاته، البيج روزي، في صبايا اجرق شوي ممكن يلبسوا اخضر، ممكن يلبسوا اصفر، على حسب اللبسه اللي هن لابسينها من تحت يعني. اوكي، ويمكن كمان لانا على حسب لون بشرتهم، يعني في صبايا بنلاقي بتشوف اللون هو كتير حلو، بس لما تيجي تجربه وهي تحطه فبتلاقي انه لا ما لبق للون او هيك. فخلينا نحكي هيك شوي بشكل مختصر يعني على كل بشره وشو بيناسبها وشو ما بيناسبها. تمام. هلا بيقولوا لك انه غالبا انه السمره ما لازم تفتح كتير الوان، لانه كل ما له بيعطيها درجه غامقه او بتغمق. هلا هي المقوله شوي صارت اخف، اذا انت قويتي شوي صغير الميك اب وكنتي لابسه شيء كمان فاتح من تحت وحطيتي فاتح فهو ما بيغمق ابدا، فيك تلبسيهم بكل رياحه. اجمالا البيضة بيلبق لها الالوان الغامقه، الاسود وقت هي بتلبس، خاصه اللي هنا وقت مثلا بيلبسوا اسود على عبايه بيكون لها هون طرف صغير، بتنزله على طرف بيطلع كتير حلو، بيلبق كتير للون بشرته. طبعا مو بس للون البشره، بدها تاخذ الصبيه بعين الاعتبار شكل الوش عندها، اذا كان مدور او مستطيل، لتعرف هي تقدر اكثر تلبي الالوان اللي تلبق له للشكل الستيل اللي هي بدها تطلع فيه. تمام، حلو كتير. طيب نحكي عن اللفات. تمام. كنا نشوف لفات غريبة عجيبة. تمام. يعني هالصبايا يبدعوا بهالجامعة بلفات حجاباتهم. تمام. ونقول أبصر شو حاطة كمان مع الحجاب. تمام. كوكينة أو شغلات تانية. تمام. شو اللفة هلأ الموضة؟ تمام. هلأ لي أنا لابستها والصبية اللي لابستها هي اسمها اللفة الشامية، نحن معروفين فيها أنه ما بتروح بتقول هاي الصبية أنه سورية أو لفتها شامية. تمام. هلأ قبل كانوا صبايا يحطوا لحشتين تحت بعضهم مشان يطلع هذا الفوليوم، هلأ بكل بساطة عم يحطوا الحجاب القطعتين يعني كلياتنا بنعرفه، وبيحطوا هاي اللحشة اللي هي تجي هيك عادية السادة. أوكي. تمام. هلأ أنا حفرجيكم كيف هي، نحن حاطينها كتير بسيطة، إذا بنفكها من هون. أوكي، خلونا هيك نتابع هيك شيء عملي وخطوات مشان كل الصبايا
تمام. يتعلموا لو حابين هيك يجددوا. تمام. هلا هي نحن بيكون عنا طرف طويل وطرف قصير، الطرف القصير بنخليه هيك والطرف الطويل وبس بنشوف نحن الزاوية. هلا في صبايا بحبوا يحطوا يبينوا شوي من القمطه، هلا انا ما بحب ما ببين. تمام. أوكي. هي هيك بتحبوا بس نحن بشكل كثير بسيط. هون انت عم تعمليها، لا حنستخدم لا دبوس لا بدون اي دبوس بدون اي شيء، بس هيك بنركزها من هون وبنفوتها هيك، وهي بنخليها هون، وهي في صبايا بحبوا يخلوها نازله هيك او في صبايا بحبوا يرجعوها يفوتوها لورا. يعني هي بيرجع لكل وحده والستايل تبعها او التيب تبعها كيف بتحب. أوكي. هلا هي طريقه. في طريقه ثانيه، نحن لسه عم نحكي عن القماشه الكريب النظاميه. فينا بكل بساطه بس نحطه هيك، وهلا النصيف اذا هي لابسه قبعه عاليه ونعمله بهالطريقه هي. هي كثير هلا تمام، كثير بسيطه كثير وما بتضايق حدا هون. هي اذا خافت الصبيه يطلع هواء او شيء، بس هون دبوس صغير بتحطه بيقوم هو بيثبت بالستايل. فعلا مثل ما ذكرتي كل لفه بتدل على منطقه. تمام. تمام. يعني بتوحي بديموغرافيا معينه. تمام. لانه بتختلف الموضوع. هلا هي بيقولوا لك انه شوي كويتي، الاردني هو فرق كثير بسيط، بيستعملوا هي القماشه اللي هي الليجرا وبيحطوها مثل ما نحن حاطين هون وبس بيعملوا لها هيك بياخذوها. صارت اردني. صارت اردنيه. هي عرفت تفاصيل كثير صغيره عم تقلب هذا النوع من الأقمشة. خلينا نقول هو الكريب. نحن تمام الكريب. تمام. هو مريح وعملي عم فينا نقول لك لطول اليوم عند مشوار. تمام. نزلت سوق هيك. تمام. هلا هن الاكثر شغلتين هلا كثير مريحين، الكريب والقماش الكويتي اللي هو بيجي شوي على قطن. لانه هلا هذا حتى فيك تحطيه من فوق بدون اي دبوس لحاله هو بيثبت. تمام. هلا القماش الثانيه مثلا عندك صحيح كويتي بس هي بتجي هيك مفرغه، هي ما بتجي يعني بتجي فيها شوي شفافه، فانت بتضطري مثلا انك تلبسي رد شيء تحت منها مشان ما تجلي او يبين تحت منها الشعر. هلا مثلا في طريقه جديده دارجه انه هنا عم يجيبوا السكارفات، هي هيك بتجي مربعه. اوكي. تمام. وبيحطوها بيعملوها مثلث. انا حجرب لكم اياها بس هيك تجربه يعني فوق الحجاب. تمام. يعني بلشوا هيك يتفننوا بقى بال. تماما. هلا هذا الستايل هو ستايل تركي. اه ايه. تمام. وما بيحطوا الا على طبعا هو بده تظبيط اكثر انا اسفه ايه. فهو ما بيحطوا الا بيكون اصلا قماش يعني مربع بيكون لا. اسمه ما له اسمه حجاب، بيكون اسمه على فكره بحلب كثير مدارج هذا الموضوع. تمام. لانه هن قرب لهذاك الستيل. تمام. بس بدي اقول لك شغله، هاي البوزه كيف بتظبطوها؟ هاي البوزه هي كثير بسيطه، هلا هن بيتركوها هي البوزه. هي البوزه لازم تظبط. تمام. هلا هي في صبايا بتركوها، في صبايا هون بحطوا مثل دبوس هيك، طبعا هي بتكون مشدوده هيك. تمام. بحطوا دبوس هون. أيه. بقى هي هون بتقعد بشكل لحاله بتلاقيها عامل هي. تمام. هي بيرجع لك كل وحده وشكل وشها كيف بيكون. هلا في صبايا كثير بيلبق لها تعمل بوزه، بيكون شكل وشها مدور، بينما المستطيل اذا عملت هي البوزه كل ما لها بيبين جبينها اكثر. عرفتي كيف؟ بصير في عندها بروز. يعني كل واحد والستيل متعود عليه. اكيد بيتحمل الموضوع لسه نحكي فيه اكثر واكثر ونجرب هيك كمان يعني كل شيء معنا اليوم. حبينا اليوم نعطيكم بس هيك فكره عامه عن الموضوع. اهلا وسهلا فيكي لانا. أهلا. شكرا. مثل ما اتفقنا كل حجاب جربتي فهو لك. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. الف شكرا كثير. بسبب تفرد ايام شهر رمضان الكريم باجواء مميزه عن باقي الايام العاديه وخاصه خلال فتره الليل يلي مثل ما بنعرف بيكون مرتبطه باداء العبادات وتناول الطعام وقعده العيله، فمن الطبيعي ينعكس هالتغيير بالنمط اليومي المعتاد بشكل واضح على عدد ساعات النوم وتوقيته وجودته. يعني البعض مثل ما قلنا بصيروا بيعانوا من الصداع وصعوبة التركيز، تغير المزاج، وكل هذا بصير خلال النهار لأنه هالموضوع مزعج وبينعكس سلبيا على ممارسة الأعمال والمهام المطلوبة. اليوم رح نخبركم عن نصائح عملية للتغلب على اضطرابات النوم برمضان. مع حلول شهر رمضان المبارك بيبدأ المسلمين بالاستيقاظ بأوقات غير معتادة لتناول وجبات السحور وأداء العبادات، وهالتعديل على ساعات النوم بشكل مفاجئ ممكن يسبب اضطرابات فيه نتيجة تغير الساعة البيولوجية. ليه خلونا اليوم نخبركم عن شوية نصائح للتغلب على اضطرابات النوم خلال الشهر. تنظيم النوم. شو ما كان اسلوب النوم او الوقت المخصص له، لازم ناخذ بعين الاعتبار انه رح يحتاج الجسم
بضعة أيام من الاعتياد على المواعيد الجديدة، التوقف عن استخدام الإضاءة الزرقاء. بعد تحديد الموعد الثابت للنوم يجب الاعتماد على سلوك آخر مباشرة، وهو إغلاق الشاشات الضوئية قبل النوم بثلاث ساعات، والتوقف عن استخدام الهواتف أو التلفاز، لأن الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة بتثبط إنتاج الميلاتونين يلي بيساعد على النوم، وبالتالي رح يضل الجسم بحالة التنبيه والاستيقاظ. التوقف عن شرب الكافيين عند بدء النظام بالأيام الأولى وحتى تنظيم الساعة البيولوجية الجديدة، من الضروري التوقف التام عن استخدام أي منتجات بتحتوي على كافيين مثل الكولا الشوكولاتة، بس بشكل مؤقت حتى يتعود الجسم على النظام الجديد، وبعدين ممكن ندخل الكافيين بفترة الاستيقاظ فقط. أطعمة ومشروبات ممكن تساعدك على النوم. تساعد بعض المشروبات على الاسترخاء والدخول بالنوم بسهولة، وأهم شاي البابونج والحليب الدافئ وماء جوز الهند. وممكن يكون من الصعب ممارسة الرياضة برمضان، لكن للأشخاص غير الرياضيين ممكن يمارسوا المشي أو بعض التمارين مثل شد العضلات أو اليوغا، فالرياضة بتعزز إفراز هرمون السيروتونين وبتثبت من إنتاج الكورتيزول المسؤول عن التنبه والشعور بالضغط، وبتساعد الجسم على الشعور بالراحة والاسترخاء، وبترفع من جودة النوم أيضا. يعتبر تناول الغذاء من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم عند الإصابة بالأمراض بشكل عام وعند مرضى الكلى بشكل متخصص. طبعاً بيواجه مريض الكلى أثناء شهر رمضان بعض الصعوبات للتعامل مع المرض واختيار النظام الغذائي الصحي والمناسب. رح نعرف أكثر عن هالموضوع مع اختصاصية التغذية العلاجية ريما العقاد، يلي رح تخبرنا عن النظام الغذائي وطريقة الصيام الصحية والصحيحة لمريض الكلى. مساء الخير ريما. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا فيكي. متبقى 11 يوم تقريبا من شهر رمضان المبارك، في كثير مرضى كانوا مرضى بالكلى حبوا يصوموا بشهر رمضان، كيف منقيم إذا بيقدروا يكفوا 11 يوم تانين أو لا؟ تمام. هلأ أهم شغلة نحن لازم نشوفها لمرضى الكلى أنه هنا بأي مرحلة من قصور الكلى. طبعا لازم يستشير الطبيب قبل ما يعملوا أي شيء، لأنه هو اللي بيقيم الحالة بشكل عام. منحدد المريض إذا هو قادر يصوم أو لا بحسب بأنه مرحلة وصل من قصور الكلى. هلا في عنا نوعين، الاشخاص اللي وصلوا لمرحله فشل كلوي، هدول الاشخاص بحاجه لغسيل كلاوي، ما بنصح انه هن يصوموا بفتره الغسيل، بينما بين الجلسات ممكن انه يصوموا ولكن مع استشاره الطبيب وحسب التحاليل. الاشخاص الثانيين هن اللي عندهم قصور كلى مزمن، هدول بنقيمهم نحن حسب بانه مرحله واصلين هن، يعني في عنا مراحل من الواحد للخمسه بتتقيم بحسب قديش الكلوة عم تقدر تعمل فلتر أو عم تقدر تصفي الدم والسوائل. فإذا كانوا مرحلة 3 4 5 هدول الأشخاص ما حيقدروا يصوموا، لأن الكلوة ما أنا قادرة تعدل السوائل بشكل طبيعي بالجسم، وبالتالي ممكن هالشي يؤدي لخلل كلوي وتلف كلوي أكثر. أوكي، هاي الحالات اللي أكثر شيء بتشوفوها أنه ما بيقدروا أنه هنن مرضى الكلى لما تكون معهم أنه هنن يصوموا. في حالات اخرى يمكن الدكتور يقول لا اوكي انت قادر تصوم بس في شروط معينه لازم تراعيها. من الناحيه التغذويه خلينا نقول، شو الشروط اللي انتم بتحطوها او لازم يتقيد فيها مريض الكلى بحال قرر انه يصوم؟ تمام. هلا التغذيه بتلعب دور 90% بانه نحن ما يصير في تطور بمشاكل الكلى. فمثلا الاخصائي التغذيه لازم يحدد له للمريض بالضبط شو الاكلات اللي فيه ياكلها والكميات ضروريه كثير. فمثلا عندنا الاطعمه المسموح ياكلها هي حبوب المكرره، يعني الخبز الابيض، الرز، المعكرونه، واذا كان مريض كلى وسكري كمان لازم ننتبه لهي الكميات. فيهم ياكلوا التفاح، التوت، التوم، البصل، الخس، الخيار، هدول الاطعمه مسموحه بالنسبه لمريض الكلى. السمك كمان عنصر مهم لمريض الكلى لان هو اقل نوع بروتين ممكن يزيد الضغط على الكلوه، لانه بيحتوي بيورين قليل فما كثير بيزيد الضغط على الكلوه. هدول بشكل عام الاطعمه المسموحه. بينما الاطعمه اللي ممنوع هن يتناولوها بتعتمد على اربع عناصر كثير مهمه، وكمان هدول العناصر الاربع اذا اخذوهم بكميات كبيره بيزيدوا المشاكل بالكليه. ف
فعنا أول شيء البروتين مثل ما حكينا، لازم يحددوا من كمية البروتين لازم ياخدوه بقلب النهار، لأن تراكمه بيزيد من الكرياتينين بالدم، وبالتالي بنزيد الضغط على الكلية ولا سمح الله يمكن يوصل لمرحلة فشل. وظائف الكلية بتكون مختلة هون. تمام، وممكن يوصل لغسيل إذا ما انتبهوا لكمية البروتين. ثاني عنصر مهم هو البوتاسيوم، كمان تراكمه بسبب اضطرابات بضربات القلب لازم ينتبهوا له، بنلاقيه أكثر شيء بالموز، بالبطاطا، بالورقيات الداكنة كتير، كمان بنلاقيه كمان بالبطيخ الأصفر، فلازم ينتبه للبوتاسيوم ما ياخذ أكثر من 2 جرام باليوم. الصوديوم كمان بيزيد من احتباس السوائل بالجسم، لازم نخفف من الأطعمة المالحة، المعلبات، المخللات، الشوربات الجاهزة، هدول الأطعمة. آخر عنصر كمان كتير مهم هو الفوسفور، كمان كترته بالدم بيسبب ضعف بالعظام، فلازم تبقوا لكمية الفوسفور من لأي أكثر شيء بمشتقات الحليب، باللحوم الحمراء، بالبقوليات والمكسرات. تمام، طيب لما نقول مريض كلى نتمنى الصحة والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى، طبعا ما بنقصد فقط مريض غسيل الكلى، ما بنقصد فقط مريض عدم تخليص الدم من البول وحمض البول. تمام. ممكن يكون في ترسيب بالكلى، حصيات أو تصنيع حصيات بالحويضة الكلوية أو حتى بقسم أسبق من الحويضة، كيف ممكن يصوم هذا المريض؟ شو بتنصحي بين الإفطار والسحور؟ هذا المريض كتير ضروري يركز على السوائل وعلى المي بشكل أخص، كتير ضروري ياخذ مي من وقت المغرب لوقت السحور يعني بشكل متدرج، ما يخلي المي كلها ياخذها قبل الإمساك. الدكتور هو اللي بيحدد إذا هو قادر هذا الشخص يصوم ولا لا. والأشخاص اللي عم بتعاني من مثل ما عم نحكي عن الحويصلة، عن البحص مثلا أو الرمل، الحصيات أو الأشخاص اللي عندهم التهاب مجاري بولية بشكل متكرر، هدول ما بنصح أنهم يصوموا. والطبيب على الأغلب ما بيسمح لهم، لازم يشربوا مي بشكل كل نص ساعة مثلا، تقريبا نص ساعة على ساعة لازم يكونوا عم يشربوا مي. يعني كونوا عم نحكي على شرب المي، في ناس بتعتبر أنه شرب أي نوع من أنواع المشروبات خلاص انه هو عم بيعود، تقول له انت ما عم تشرب مي كثير، بيقول لك بس انا عم بشرب عصير ما بعرف شو، بشرب شاي هيك، عم بشرب شاي، فانه خلص انا معناها عم باخذ كفايتي من السوائل. فقديش هون كمان مهم انه اذا فينا نحكي على هي النقطه بما يتعلق بمرضى الكلى. تمام، هلا لشخص عادي ما في مشكله، فيه ياخذ المشروبات اللي هو بيحبها، الشوربات، هي كلها نحن بنعتبرها سوائل للجسم، خضار، الفواكه. بينما مريض الكلى لا، لازم كثير ينتبه لنوع السوائل اللي عم ياخذها. يعني المي انا اللي هو الرقم واحد اللي لازم ياخده، فيه العصائر الثانيه كل شيء فيه بردقان ممنوع، كل شيء فيه جزر بكميات كبيره ممنوع، هدول ما بنصح انه هن ياخذوهم. تمام، طيب فينا نعطي نصائح اخيره لكل حدا عم يعاني من موضوع معين بالكليه، مثلا ان كان برمضان او خارج رمضان. مريض الكلى مثله من اي مثل اي مريض ثاني بيشتهي ياكل اكلات معينه، ولكن الطبيب ممكن ينصحه انه بعد عنا. انتو كاختصاصية تغذية من شو بتنصحوا؟ هلا انا اهم شيء نشوف هو قديش عم ياخذ فوسفور او بوتاسيوم او صوديوم بقلب النهار. مثل ما خبرتكم البوتاسيوم ما لازم يتجاوز 2 جرام، الصوديوم ما لازم يتجاوز 2 جرام، يعني ماكسيموم معلقه ملح باليوم. الفوسفور فيهم ياخذوا من 800 ل 1000 ملي جرام، هون اخصائي التغذيه هو اللي بيحسب له اياها للمريض من خلال الاطعمه. يعني مثلا الحليب ممكن ياخذ حصه لحصتين باليوم من الحليب ومشتقاته. السوائل قلت لك كثير ضروري انه هن يركزوا على شرب السوائل، مثلا يبعدوا عن اشعه الشمس ممكن تسبب لهم جفاف ويزيد التعب اكثر للكلوه، حتى يشربوا مي باكواب صغيره عشان ما ياخذوا كميات كثير كبيره، واكيد لازم تكون حتى بالاكواب الصغيره مدروسه الكميه. يبعدوا مثل ما قلت لكم عن المشروبات المدره كمان للبول، كل شيء فيه كافيين، شاي اخضر، شاي احمر، والقهوه. حلو، يعني نصائح ومعلومات مهمه كثير، ان شاء الله يا رب نكون قدرنا نفيد فيهم كل مرضى الكلى اللي عم يتابعونا، والصحه والسلامه ان شاء الله يا رب للجميع. شكرا كثير لوجودك معنا ريما. عفوا، اهلا يا ريما، رمضان كريم. هذا كان كل شيء مشاهدينا بحلقتنا الغنيه كثير والسريعه كثير، سريعه على قد ما لها هيك حلوه وحركه. رحنا لاندونيسيا، رجعنا لبلداننا العربيه، ورحنا بجولات متنوعه. جولاتنا مكمله بكره بالحلقه 19 من رمضان بيجمعنا. تبوا بألف خير، باي باي.